معكم الاخ عبد الله الطاري من ذوي الاحتياج الخاصه، بطل المغرب، بطل المغرب وبطل العرب والرتبه الثالثه بطولة افريقيا في مصر، وبطل العالم والرتبه السادسه لبطولة العالم في دوله هنغاريا. الان نحن متواجدين هنايا مقر الجامعه الملكيه لذوي الاحتياج الخاصه. كنا راسلناهم، عندنا بطولة إفريقيا في هذا الشهر 10 من 27 في الشهر 30. إن كنتفاجئوا الناس دخلت الستاج للمعهد مولاي رشيد، ستاج للمنتخب، وحنا ما عيطوناش رغم أننا حنا الأوائل بالنسبة للأوزان ديالنا. أنا عبد الله الطاري أقل من 97 كيلو، الثقل البار داير 150 كيلو، وما عيطوليش. الرتبة الأولى ياسين برادة كذلك أقل من 88 كيلو وداير 145 كيلو في ثقل البار، الرتبة الأولى في الوزن ديالو. إلا أنهم معيطين لواحد فيه 107 الكيلو ودافع 142 كيلو، معيطين له المنتخب، وحنا اللي عندنا الأوزان طايحة والنيفو طالع ما معيطيناش. كذلك كاين رباعات ما لعبوش بطولة المغرب، كنأكد عليها، ما لعبوش بطولة المغرب وكأس العرش، وكاين رباعة ما لعبتش في كأس العرش ودابا راهم حاليا راهم في المنتخب الوطني، وكاين كذلك رباعه وحده اخرى دايره اوبيراسيون على الكسف ديالها وراها لداخل المنتخب الوطني. سبب هذا انتحار الاقصاء كاين مشاكل يهرسوا النادي الرياضي اصدقاء فاس، وبالنسبه لهذا النادي الرياضي اصدقاء فاس نادي عارق كيكون ابطال ومنهم ابطال بزاف. كاين كمثلا كزكريا الدرهم راه معانا في النادي، كانت سعيده عمودي كانت معانا في النادي، كاين يسرى كريم معانا كانت معانا في النادي، كاين حياة القرعة كانت معانا في النادي، نجاة القرعة معانا ابطال اولمبيين، دوما معانا في النادي الرياضي اصدقاء فاس. بالنسبة لهذه الوقفة احتجاجية علاش حنا دايرين هذه الشهادة؟ حيت هذه هي آخر مرحلة، يعني آخر محطة باش يمكننا نجيبوا التأهل ديالنا ل 2024 الأولمبيات في لافرونس فرنسا. هذا هو المشكل، ان اننا كنتفاجئوا راسلنا رئيس الجامعه الملكيه، راسلنا السبت اللي فات، من نهار السبت ما جاوبناش، صيفطنا له في الجيميل في البواطي ديال الجامعه، صيفطنا له شخصيا في الواتساب ديالو، عندي كل شيء، المهم عندي جميع الدلائل، عندي المراسلات باسم النادي، عندي المراسلات ماشي تاب اسمي الشخصي ولا شي حاجه، يعني بالنادي بكل شيء. البارح جينا جلسنا تماك، بقينا جالسين صوناو عليه، المهم واحد الكتيبه تماك صونات عليه، قالت له شنو دايرين الوقفه، الاخوان دايرين الوقفه احتجاجيه وكذا وكذا، مصيفطين الولايه قال لهم راه تهجموا على الجامعه وكذا. من جات الولايه تفاجئوا، لقاونا جالسين عادي، وقفه سلميه، كنطالبوا بالحقوق ديالنا وداك الشيء قانوني. عطيتهم الاوراق، قال لك انا شنو كاين، قالوا له انه وقفكم تهجمتوا وكذا. حنا ما تهجمناش، ما والو، حنا جايين ناخذوا حقنا، ما كيفرقش علينا هو الزكا، حنا سيدنا كيعطي صافي باش تعطي لذاك الشخص هذاك، صافي كنلعبوا على الوطنيه وعلى الدرابو ديال المغرب، كنشرفوا الدرابو ديال المغرب، صافي. الا كان هما كيقصوا كما قالوا كيحاربوا الوطنيه والدرابو ديال المغرب، خاص يتخذ في حقهم الاجراءات اللازمه. ما كاينش هما ماشي بطريقه نتاع المحسوبيه والزبونيه، سالينا جمعنا وطوينا، هذا الشيء اللي كاين، ما كاينش شي حاجه اخرى. هي هادي نتاع مصر بطولة افريقيا، الا ما لعبتش في هادي مصر، لان الصديق ديالي ياسين برادة، السلام عليكم، سير حتى 2028، وانت مثلا دابا 29 عام في عمرك، حتى 2028 شحال تكون عندك؟ يعني ما غادي تعطيش في هاد الرياضة هادي، هذا هو وقت نتاع الجد نتاع الانسان، لابيريود نتاع لافورس نتاع الاخر. حتى حنايا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى، حتى حنا نجيبوا ذهبية ديالنا، حتى حنا كنتقاتلوا، حتى حنا احياء شعبية فقراء، ولكن بنفسنا، ما يجيش بنادم يبرك علينا يضغط علينا. هو دابا راهم في الاخر في الملتقى الدولي نتاع مراكش، على الاقل يهصوني عليه بالتليفون يجاوبنا. كيقول لك الشفافيه والمصداقيه، ما كاين لا شفافيه لا مصداقيه، كشي في المنابر الاعلاميه صافي، ما كاينش شي حاجه اخرى.
ياسين برادة كنشارك معاهم. المشكل الالقاب ما كيخليوش نخرج، دابا هما عندهم مشاركه في مصر ما عيطوليش واخا يجي الاول، ديما بحال هكا ديما غنتقصى، ما كيخليوكش دير الالقاب، ما كيخليوكش تبان، حيت الا درتي اللقب غنقدوي هما خاصهم الناس اللي تجي معاهم. دابا المشكل الالقاب ما كايناش، حيت انا كنجي الاول، جيت الاول ماشي اول مره كنجي الاول في المغرب، في المغرب الاول، وصديقي صديقي تا هو الاول في بطوله وكاس العرش، حنا الاولى ما عيطولناش باش غادي هاد الالقاب. حنا هما في معسكر دابا باش غيمشيو لمصر، عيطوا لواحد الناس ما عندهمش الحق يمشيو، عيطوا لواحد مع ما يمشاركاش لا كاس العرش لا بطوله ودخلات وغادي تمثل المغرب، عيطوا لوحده يديها مهرسه وغادي للترويض وغادينها باش تطلق يديها تمايا حيت ديالهم، عيطوا لواحد ها هو كيجي ديما متخل ما كيديرش المينيما ما كيوصلش ما كيحققش الشروط باش المشاركه، وكي طرواز يا مره وكي ها هو عيطوا له معاهم تما دابا، وحنا الاولى ما كاينينش في راس الليسته ما كاينينش باش ندير الالقاب، ما كاينش باش ندير الالقاب، كيحرموك من الالقاب، ما كيعطيوكش فرصه باش تنجح في هذه البلاد. من غير سيدنا الله ينصرو، راه كيعطيهم مبالغ صحيحه، عندنا سونتر في فاس، سونتر بنا لهم سيدنا ونهار بناه هو مسدود، ما كنخدموش. كاين هنايا مشكل استغلال، كيستغلوا المعاق، المعاق ديالنا اغلبيتهم ما قاريينش، ما كيدويوش، كيستغلوهم، كيبقاو ساكتين، وهذوك اللي ساكتين هما اللي كيخرجوهم، هما اللي كيستافدوا، حنا اللي كندويو مقصيين ومهمشين. هذه فرصة وأنا أول واحد يستاهل، حيت أنا الأول في المغرب، الأول في المغرب وما ما دخلتش معاه في المعسكر، وفي 22 غادي يمشيو لمصر وغادي يمشيو وغادي يشاركوا، وأنا زني الماء ما كاين أربع سنين غادي عليا، أربع سنين غادي علي واحدة أخرى، في 2028 عاد يمكن نشارك في أولمبيات 2028، حيت باش نشارك في 2024 الأولمبيات، حنا الهدف ديالنا كنلعب على الأولمبيات، الأولمبيات 2024 خصني بطولة إفريقية وهذه آخر فرصة عندي، وخصني بطولة أوروبية عاد عندي الحق نشارك في الأولمبيات، وهذا راه مشكل كبير. أنا بغيت غير حقي، أنا سيدنا 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 الله يجزيك بخير، الله أنا عارف كتصنت عليا، وعارف عارفك أنت قلبك حنين، وما خليتي والو مع هذا المعاق، ولأن هاد الناس هادو راه كيستغلوا داك الموارد وكيتغناو هما، كيتغناو بها هما، وحنا ما كنصنا والو، تنمشيو ونشاركوا في البطولة، كنضربوا تنسافروا، كيجيو هما وقيت الغدا كيتغداو هما الأعضاء والحكام والأبطال، كيبقى يشوف فيهم هكا عيني عينك، والله ما غدا ما كيعطي لهم. بغيت انا حلم ديالي، الحلم ديالي نهز الدرابو ديال البلاد ديالنا، انا بلادي عندي عزيزه راه ما هي اللي داوتني، هي اللي دخلت الطبيب لقيت الخير في بلادي، بلادي عندها هي اللي قراتني، ولاني هاد الناس هادو ما بحال اللي خداو هاد الجمعيه بحال اللي ديالهم هما اللي انشؤوها وكيعزلوا اللي بغاو، راه ما كيعترفوا لا بكاس العرش ديالك لا ببطوله، كيديروا القانون اللي بغاو، التحكيم كيجيبوا اللي بغاو، داكشي كارثي، وكنتمنى شي حد يدخل، انا ما بصراحه الله ما كنعرفش، ولكن شي حد يدخل وينصفنا، الله ينصر سيدنا، عاش الملك، هادو عمرهم كرهونا في المغرب، حيت هما الخونه ديال البلاد هذه، والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا كنشكركم على التواجد ديالكم معنا في هذا الحدث اللي هو حدث تاريخي، اولا معكم عبد الله فكري من نادي اصدقاء فاس، بطل الحمد لله في رياضه رفعت القوة والعاب القوى. فاحنا جينا هذا اليوم محتجين منددين اللي ما تعرض له النادي ديالنا اولا من اقصاء وتهميش، رغم اننا الحمد لله ابطال وحققنا القاب من 2002 الا وحنا البطوله وكاس العرش دائما من النصيب ديالنا، لكن للاسف الشديد تحرمنا من طوكيو في المشاركه في طوكيو، ودابا حاليا قصوا واحد الاخوان ديالنا اللي هما مؤهلين وعندهم الحمد لله القاب مهمه بزاف وحصلوا على الرتبه الاولى في البطولة وفي كأس العرش، فما تمش الاستدعاء ديالهم وكذلك لم يتم الدخول ديالهم للمنتخب، ومهم تم الإقصاء ديالهم بواحد الطريقة إجحافية غير مقبولة وغير معقولة. فاحنا عندنا الوثائق الحمد لله اللي كتثبت الميزان ديالهم والوزن ديالهم، يعني داك الشيء مؤهل اللي يقدر يخليهم أنهم يحققوا لقب خارج الوطن. اذا فهاد الجامعه اللي المفروض ان هاد الناس تحتضنهم وتضمهم وتشجعهم وتكرمهم، فاذا بهم كتهمشهم وكتقصيهم. اذا فالجامعه راه ماشي الهدف ديالها نزيه، ماشي الهدف ديالها هو ان تحقق لقب او ترفع السمعه ديال هذا الوطن، فالهدف ديالها هو باك صاحبي والمصالح الماديه والشخصيه. فلهذا احنا جينا رافضين لهاد القرارات، لان احنا ناس رياضيين
وقدمنا الكثير ومازال نقدموا الكثير. فإلا ما تجاوبوش معنا وما ردوش الأمور إلى نصابها ودخلوا الإخوان ديالنا للتربوس وشاركوا في البطولة العربية اللي هي مؤهلة للبارا أولمبيا فرنسا، فاحنا بطبيعة الحال ما غنسكتوش وغن يعني غندخلوا في اعتصام اللي هو مفتوح حتى لهاد الجامعة. إلا ما كانش الهدف ديالها هو خدمة الرياضة فلا داعي باش يبقاو يخلقوا الفتنة بين ما بين الرياضيين لي زاتليت وحطموا المعنويات ديالهم ويتم الإقصاء ديالهم بأي حق وبأي مبرر. كنوجهوها للسيد الوزير، احنا وضعنا ليه مراسله البارح وكنتسناو الجواب ان شاء الله، وكذلك كنوجهوها بالضبط للسيد رئيس الجامعه لانه خصو هذه الامور ينظر فيها لانه هو المسؤول الاول والاخير على هاد الامور اللي واقعه، هاد كما نسموها بالدارجه هاد التخلويضه اللي كاينه. اذا لا يعقل باش الامور تمشي بهذا الشكل هذا، الناس يشاركوا هما ما عندهمش لي مينيموم وما عندهمش شي امور اللي يمكن يحققوا بها القاب، وتحرموا الناس اللي هما مؤهلين وعندهم القاب وعندهم قدرات اللي يقدروا يجيبوا بها ميداليات ان شاء الله. محمد بن يحيى تنمارس رفعه الاثقال ديال المعاقين، انا من المنتخب الثاني وجينا نساندوا الاصدقاء ديالنا اللي لهذه 3 سنين وهما تضيعوهم من المشاركه ولا مشاركوش في هذه البطوله الافريقيه غادي يتحرموا من الاولمبيات. اخر بوابه واخر اخر باش يدخلوا الاولمبيات 2024 هي بطوله افريقيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.